لهي فقرتنا التالية لليوم عن مقولة بتقول بتنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين. مقولة تترجم صورة وأشكال سلوكية يومية وبها تعكس قيمنا وعقائدنا. فالحرية الشخصية تبدأ من الإنسان نفسه بتطبيقها مع احترام أكيد حرية الآخر. الكثير من الدول والمجتمعات الأوروبية تتغنى بإعطاء الحريات بجميع أنواعها لأفراد ولشعوب أيضا، لكن شو هو الهدف الأساسي من إعطاء هي الحرية؟ رح نتعرف عليها أكثر مع الأخصائية النفسية الدكتورة خيرية الأحمد. صباح الخير دكتورة. صباح النور، يسعد صباحكم. حلو صباحكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. هلو. بالبداية خلينا نتعرف على معنى حرية الفرد اليوم. حرية الفرد هي إمكانية الفرد على اختيار بخيارات متعددة واتخاذ قرار دون إكراه دون ضغط، بالإضافة هي عبارة عن وسيلة لإشباع الحاجات والرغبات الإنسانية اللي هي موجودة عنده. طبعا هي ما في شيء اسمه حرية مطلقة، هي حرية حقيقية محتومة بثوابت ومبادئ، هي محكومة بثوابت ومبادئ. هي طبعا هي الحرية الحقيقية هي دائما مرتبطة أو نابعة من القيم الإنسانية اللي هي مثل ما حكيت حاجات ورغبات إنسانية. نعم دكتورة، يعني في شيء أو في نقطة كثير مهمة إنه نحن نركز عليها. لكل إنسان في بداخله حرية، إن كان حرية بتصرفاته، إن كان يمكن بسلوك حياته أو إلى ما هنالك، ولكن خلينا نحكي كيف نحن لازم نحترم حرية الآخرين. تمام، كثير بنسمع نحن بنحكيها يمكن احيانا على عصبيه او عم نجادل بموضوع او عم ننتقد او عم نحكي اي شيء، انا حر بحكي اللي بدي اياه، اوكي انت حر بتحكي اللي بدك اياه، بس بالنهايه انت جزء من المجتمع، انت تنتمي له هذا المجتمع، في دائما في شيء اسمه معايير، في شيء اسمه ضوابط، في شيء اسمه حريه منضبطه، انا بدي اكون موجود بهذا المجتمع لانه جزء منه، بالنهايه انا كائن اجتماعي، موجود بهذا المجتمع منتمي له بكل عاداته بكل تقاليده، العادات والتقاليد اللي انا نابعه عن وعي وعن ادراك وعن عقل عمل بهي السلوكيات اللي هي موجوده. فانا لحتى اعمل اي سلوك خيال حياتي يومي لازم يكون عندي هذا السلوك، هو نابع من شو؟ نطبق الحريه اللي انا بدي اياها، بس بدي احترم انه في بالنهايه في شخص، مثلا مثال انا عم بسمع صوت موسيقى، انا حر بدي اسمع صوت موسيقى، طبعا هذا صوت الموسيقى اللي انا عم بسمعه كيف بدي بسمعه؟ بنبره بصوت عالي كثير كثير، وانا بعرف بالنهايه في شخص ثاني هو كمان عنده كمان بنفس الوقت هو انه حريه، عنده كمان بنفس الوقت حريه انه شو؟ انه انا حر والشخص الثاني هو كمان حر. طب انا حر وانت حر، مين اللي لازم هون نحن مين لازم يسمع الصوت العالي؟ بس انا لازم اسمع الصوت العالي، فانت كمان انا حر والشخص الثاني حر، فهون كيف بدنا نعمل توازن بهذا الموضوع؟ نحن هذا الموضوع كيف فينا نربي اولادنا عليه؟ يعني نحن من الاولاد هن وصغار كيف بدنا نعلمهم انه هي حريتك واحترم حرية غيرك؟ هي الكلمة الجوهرية اللي أنت انطلقتي منها، لأنه اليوم كله بيقول لك أنا كيف بدي أتعلم هذا الشيء، إنه أنا في عندي خصوصية الآخر، احترام الشخص الآخر، كيف بدي أنا بدي آخذ حريتي وأتعامل مع الشخص الآخر بدون ما يكون في عندي مشاكل أو تعصب؟ تبدأ أول شيء من الأهل من الأسرة، يوم أنت بتكوني التعامل بين الأطفال بين بعضهم عم بيكون بهذا الموضوع إنه أنا بدي هذا الشغل وأخي لو ما كان حصل علي، هون بتبلش. هي كل متكامل مرتبط، يعني انا اليوم مو بس بحكي عن كلمه حريه، انا والحريه مرتبطه بالمساواه، مرتبطه بكثير قيم انسانيه بالاخاء بالتضامن، يعني هي جمله من هي عباره عن وسيله الحريه، بس هي جمله من القيم مرتبطه هي فيها. فانا دائما وقت عم عزز هي السلوكيات الايجابيه بالاسره انه انت حقك تسمع مثل ما حقك تسمع، كمان حق اخوك هو يسمع، فهون عم كرس المساواه بين بعضهم، عم كرس احترام للشيء، عم دائما عم بيصير في تعويض لعادات ايجابيه صحيحه هي بقدر اتعامل معها مع الاخر. اكيد. هلا بالجيل الجديد كله عم بدهم انه حريه وقصص كثير ثانيه عم بيحكوا مثلا فيها، خلينا كيف بدنا نفهمهم الحريه بالشكل الصحيح، لانه الحريه كمان لها سلبيات والى ايجابيات، مشان الواحد يروح على الحريه ويستخدمها بحياته بشكل دائم، بس اكيد بايجابياتها مو بسلبياتها. طبعا طالما انا حدا هلا كطفل صغير انا مسؤول عني بدايه، تمام. هو الاهل، هو المنهاج المدرسي اللي انا دائما من خلال القصه من خلال درس القراءه، انا عم دائما احنا مو بس عم مجرد عم نقرا قراءه بالدرس، لا هو في شيء قيمه نحن عم نستم دائما، ما في اي درس ما في اي معلومه نحن عم ناخذها الا هي مرتبطه بقيمه انا عم بستنتجها من هذا الدرس. فالتعزيز والتركيز على هدول الاشياء هي بتكرس عند الطفل بالمراحل هي الاعلى اللي عم بتكون موجوده كشباب، او في جلسات توعيه، في انا المشاركه المجتمعيه اللي انا كثير بركز عليها، دور المؤسسات التنمويه اليوم نحن موجودين فيها، وسائل الاعلام نحن دائما. ما الدكتور مشوي كان عم يحكي على شغلات كثير كانت رائعه بالكلام، انه نحن عم نحكي كيف السوشيال ميديا عم يلعب دور بالاعلانات. طب انا اليوم عم
خليني نحكي عن موضوعنا اللي احنا عم نحكي عنه، الحريه. كثير من المصطلحات تندرج على السوشيال ميديا، كثير من المصطلحات نسمعها نحن بين بعضنا، مثلا انا حر. هي هيك بدي اقول لك، المراهقين مثلا بالعائله مثلا عم بيعذبوا مثلا اهاليهم، خلص انا حر، انا بدي اطلع من البيت، يعني هو حر يعني، وما في يعني كيف ممكن العائله مثلا الاب والام يضبطوا الاولاد بسن المراهقه انه يسمعوا لهم الكلمه ويبقوا ضمن يعني قواعد المنزليه الصحيحه؟ تمام، في شيء اسمه نقد ايجابي، هذا الشيء لازم انا اعززه عند الطفل، عند المراهق وعند الطفل. كيف انا بعززه عن هذا الموضوع؟ اول شيء بدي يكون عندي احد اهم الحريه هو المشاركه، يعني اليوم بقول صح انا بدي اختار وبدي اصدر قرار لانه انا حر، انا حر بدي اصدر قرار، بس ضمن شو؟ ضمن مناقشه، ضمن حوار، ضمن انا بدي اعرف شو هذا الراي اليوم، شو اثره اليوم. انا فيني اطلق جمله من الاقوال والمصطلحات وبحكيها على مدى العلن ضمن المجتمعات كلها، بس يا ترى انا هذا القول كيف رح ينعكس على مجتمعي؟ يمكن انا بهذا القول او هذا المصطلح اللي عم بحكيه او الجمله اللي عم هلا فيني اطلق كثير مصطلحات، بس يا ترى شو رده الفعل تجاه الاخر؟ في نحن طبعا في فروق فرديه بالاشخاص، في شخص هو واعي مدرك ما بيسمع المعلومه بس بينطر شوي لحتى يحلل هالمعلومه براسه، انا ليش لحتى اصدق هي المعلومه؟ شو ابعادها؟ هنا ليش عم يحكوا لي؟ مثل ما تفضلتي لي حكيتي ببدايه المقدمه الدول الغرب، كثير في مصطلحات كثير هلا الليبراليه الحديثه هلا كلياتنا عم نسمع فيها وعم نحكي فيها ولازم نحكي فيها، لانه هي للاسف مصطلح هو مثل السمع مندرج، هو بعيد عن مصطلح الليبراليه المصطلح العادي اللي بتغنوا فيه الاشخاص، وهو يمكن في له اهداف ساميه، بس هو هلا ابدا ما له اهداف، هو تحول بطريقه من هالشيء كثير صارت سلبيه، يعني اليوم نحن للاسف المراهقين هلا هون عم بيكونوا اتجاه لحياة. انا هون عم بسمع جمله من القصص، فانا بدي كون اتجاه، ليش انا لازم هون كثير ركز على هذا الموضوع بدل ما هو ينساق للمسار اللي هو غير صحيح، انا بسوق المسار الصحيح. وقت عم يسمع الغرب كيف عم يتصرف وفي جمله من العادات والسلوكيات هي عندهم مباحه، نحن ما بتشبهنا تماما، نحن هون نبلش نقلد ونحاكي، لانه هون انا عم بتصرف بدون وعي بدون ادراك لهذا الموضوع. طب انا كيف بدي احوله لهذا القصه؟ بدي اول شيء ناقش، بدي احاور، بدي اعطي خيار وبدالات لحتى يتخذ القرار الصحيح، بالاضافه لانه انا انتقد احكي وانت عبر، ليش لحتى احرمه من الانتقاد؟ لا ما بخلي انه انت ما بيصير تحكي، لا خليه يحكي، بس بدي اول شيء كمان اعرفه عن الاثار الحكي اللي انت عم تحكي. يعني انت اليوم حكيت هذا الاثر، بس في طفل صغير عم يسمعك، هو يا ترى سمع نفس القصه؟ هو ادرك نفس الموضوع؟ هون بتبلش الاثار اللي هي عم تطلع على هذا الموضوع. تمام دكتوره خيريه، خلينا نرجع نركز على نقطه كثير مهمه وهي عالم السوشيال ميديا. يعني خلينا هيك نحكي بالحكي اللي بنحكيه بيناتنا، انه نحن بنفوت على الفيسبوك صار ممل، بنروح بنتجه على الانستغرام اللي بتحسي مثلا هو عالم ثاني وكثير مأثر على كل الناس. أكيد. صار ان كان من لبس، ان كان من حياه اجتماعيه مختلفه، ان كان من اعلانات، ان كان من يمكن ما بقى صار في له حريه، صار هو مباح بشكل بدون ضوابط، بدون ضوابط تماما. اليوم نحن كأهل كيف فينا نحن نتابع اولادنا كيف شو عم يعملوا على السوشيال ميديا، شو عم يتابعوا، شو هو الشيء اللي عم يوز براسهم يخليهم انه يكونوا بعيدين شوي عن مجتمعنا؟ تمام، بدي ارجع ركز على قصص الغرب اللي هي عم تبث هذا الموضوع. نحن بنحب نقلد، بجوز هن مو هذا هدفهم، ولكن نحن بنقلدهم بمنطق للاسف نحن شوي عندنا عادات طيبه، يعني نحن شعب طيب، يعني قد ما كانت في شويه مشاكل صارت او كذا، بس نحن بالجوهر هو في طيبه، في شغلات هي فعلا انبثت، يعني في شغلات اللي هي كانت التفرقه، التخلف، الفوضى، ما لنا متعودين على هذا القصص، نحن شوي يمكن في بعض الاشخاص نساقوا فيها من خلال التسويق اللي تم، التسويق الغير مباشر، التسويق الذكي كان بلحظات يعني اخذ اشخاص هن غير مدركين، هن غير واعيين، انا ما عم بستخدم العقل لحتى اعرف شو اللي حكيت، مثل ما تفضلتي انه انا اليوم عم بس عندي صور، يعني انا اول مره عم بشوفها هي خارج بيئتي، هي خارج مجتمعي، هي خارج ديني، خارج عقائدي، فانا الموجوده فيها فاجباري انا بدي انبهر فيها، وانا ماني حدا شب واعي، بعرف شو اثر هذا القصه، انا اجباري بدي انساق. هلا دور الاهل هو شو هون؟ شو انا دائما بركز على قصه انه ما تحرم ابنك وما تستخدم معه اسلوب الاوامر والنهي، كل شيء ممنوع مرغوب، مرغوب تماما، وخليه يمسك بايده ويتفرج، مو غلط، بس انت وجه، يعني اليوم احسن ما وجهه على صفحه بده يعرف شو هذا الانستغرام، خليه يشوف الانستغرام على قدام عيني انا، ووجهه على صفحه هي شوي
فيها الموضوع فيها ضوابط مضبطه، فيها مسؤوليه شوي الصفحه، وعرفانه انا شو عم ينتشر فيها احسن ما يروح على صفحات انا ما بعرف شو راح انا يمكن انصدم اكثر منه وقت عم يفتح ويتفرج على الاشياء اللي هو لازم يتفرج عليها. هون انا فرجت انه هذا الشيء اللي انت عندك كان فكره شيء عظيم وشيء حلو، شيء ما بعرف هو يمكن عندك يا دائما الاولاد المراهقين بياخذوا من بعضهم، يعني بيقول له شفت الانستغرام شو طالع فيه، شو بيحكوا شغلات، انت بتطلعي هيك انه شو هالشغل العظيم اللي انت مفكرها شيء كثير عظيم. فوقت هو بيكون انه لا مسوق تفضل هي الشغل العظيم اللي عم بحكي لنا هي هي، بس انت هون شو سويتي، انت حولتيه وفرجيتيه الشيء الايجابي فيها وخليتيه هو بايده يبحث، يعني مو انت اللي هيك 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 ضلتي عم تنقري عليه وعم توجهيه بطريقه فيها شوي قيود. يعني هون انت وقت ما اعطيتي قيود هو حس بالحريه، بس بالحرية شو؟ الحرية اللي فيها مسؤولية منضبطة، يعني أنا سرت بمسار بس هو غير مدرك لهذا الموضوع، أدرك هيك بأسلوب غير مباشر وأدرك آثاره. يعني كثير مهم نحن اليوم يكون في عقل، أهم شيء بكل موضوع حرية الفرد، أنا كيف بدي أيقن إنه هذا شخص مثلي مثله له حرية؟ وقت أنا بدي أقول له كيف أنت بتتوجع هو كمان بتوجع، كيف أنت حقك تستريح وقت ما بدك تسمع أغاني هو نفس الفكرة حقه يستريح، وخليه يتعرض لل، يعني أنا كثير أحيانا الأطفال وقت بيكون في هيك موضوع انه صوت الاغاني بدي نام، احيانا طفل بيقول لك بدي نام ما تعلي صوتك، طب انت سمعت انت امبارح وقت كنت عم تعلي صوتك، ليش كنت عم تعلي صوتك؟ مو كمان هو كمان لازم كان ينام؟ تمام. فوقت نستخدم هاي الامثله الحيه هي بتكون مباشره اكيد انه مشان يحس بغيره ما يتصرف هالتصرف الغلط. اكيد كثير من الاهالي اكيد ما في عندهم وعي بتنشئه اولادهم، مثلا دائما بكبتوهم، يعني ما في عندهم حريه مثلا لا بالحكي ولا التعبير عن المشاعر ولا حتى ماديا ولا معنويا. هدول الاهل شو ممكن انت توجهي لهم كلمه نصيحه كيف ممكن مشان يغيروا من عقلهم لينشا عنا جيل اكيد واعي ومثقف ويطالع ابداعه؟ اكيد اكيد من ابسط السلوكيات اللي هي السلوكيات البسيطه كثير كثير، يمكن نحن تفاصيل ما بندقق عليها وما بننتبه لها، بنقول انه شو هالقصص، هلا اذا بحكيها بيقولوا ليش هيك كثير عم تدقق، هي مو تدقيق فعلا، تفصيل صغير هو اثار لتفصيل كثير كبير. تمام. يعني انا اليوم وقت بدي اشتري ثياب لابني بدي اشتري له مثلا بسكوته، فانا بروح بجيب له النوع اللي انا بدي اياه، طب لا هو كمان انا وقت بدي عوده روح معي، انا بقول له مثلا روح معي تشوف هاي وهي وهي الخيارات الموجودين عندك، انا عم وجهه، فهو وقت يختاره هو وقت يحاسب ضمن رؤيتي وهو صغير. فانت علمتيه على شو؟ علمتيه انه في عندك انت خيارات تبع حتى نوع الثياب، كثير بنسمع الاولاد انه ما بدي البس هي بدي البس هي، هي مو حلوه، وهو ما بيعرف ليش هي وليش، هو بس لمجرد انه بده يبدي رايه. فورا الاهل لا ما بيصير على كيف، مو على كيفك بدك تلبس، بدك تلبس على كيفي. كثير الامهات تستخدم هذا المصطلح، لا تركيه يختار يقرر ضمن كان شيء غير مناسب فيك تعطيه خيار وبدائل، يعني كثير مثل الالعاب الالكترونيه اللي هو بدي الباروده حصرا هي اللي بالخرز مثلا، ايه. لا في باروده مثلها بس لها شيء ثاني، شيء مثلا سامي ما بتأذي تماما، لها صوت لها غنيه فيها بتعبر عن السلام ما بتعبر عن الفوضى وعن الحرب وعن الدمار، يعني في كثير قصص خيار وبدائل، هي بس عباره عن انه انا ادرك الموضوع اللي انا عم بتعامل معه مو اكثر. نعم. خلينا نرجع دكتوره خيريه لقصه السوشيال ميديا ونحكي بعمر اكبر من الاطفال اللي هو فينا نقول الشباب والصبايا. اليوم كل حدا صار ممكن ينزل اي شيء بده اياه على صفحته على الفيسبوك. تمام. او على السوشيال ميديا بدون اي ضوابط، ناس بتتنمر على ناس يمكن بتعمل شيء مو حلو مع ناس، فانه اليوم نحن ما في ضوابط، هون وين الحريه الشخصيه؟ هون وين انا فيني اضبط السوشيال ميديا؟ هلا للاسف بهالفتره نحن موجودين فيها، ما بعرف ما بدي اخصص مثال لانه ما بقدر اخصص، ما مو صح انه اخصص حكي احكي على حدا، بس انا كثير عم في ملاحظه كثير عم بتتم هلا مثل ما تفضلتي على السوشيال ميديا، بيصير حدث الكل فورا بده يمشي بهذا الحدث، يعني انا سواء كنت مع هي القصه او انا ضد هي القصه بس انا لازم شارك. ليش لازم شارك؟ انا ما بعرف ليش لازم شارك، بس انه ليا حكيت سواء حكيت فانا لازم احكي. لازم احكي تماما عيب اذا ما حكيت. تماما انه كل العالم صارت عم تحكي عن هذا الشخص، كل العالم عم تحكي عن هذا الموضوع فانا لازم انساق واحكي. اوكي طب انت بالاساس انت هذا الشخص بتحبه مثلا، هذا الموضوع انت معه ولا مانك معه؟ هو بس لمجرد الحديث، نحن صرنا بس حريتنا بس لمجرد الحكي. طب انت هذا الحدث هذا الشخص مثلا انت متاكد شو ابعاده لحتى عم تحكي عنه؟ طب هذا الموضوع اذا انت اليوم تغنيت فيه وبعد شوي طلع الليبراليه الحديثه، اليوم اذا انا حكيت عنه انه هو ايجابي مثلا وطلع هو للاسف، لاني انا ماني قارئ عنه ما بعرف شيء عنه بس سمعت واحد غربي حكى عنه بطريقه ايجابيه وانا مسكت السيره ومشيت، طب انا شو بكون عملت؟ انا كون جمله من الشباب اللي هن شوي ما عندهم هي ينطر شوي ويفكر بالكلمه اللي هو عم يسمعها، ما عنده شوي ادراك وانتباه لهذا الشيء، انا كنت خليته جيش وراي
اعطيته اشاعات واعطيته مفاهيم جدا خاطئه. يعني هو الاثر الكلمه للاسف كله بيقول لك انه هي كلمه وحكيناها، لا هي مو كلمه لشخص تماما. صار يعني للاسف ما بدي احكي مصطلح هو قاسي شوي بالكلام، لا انه هو صارت انه اشخاص يلا عم يساقوا ورا اي موضوع عم يطرح. طب انا اوكي حلو ابدي رايي وحلو شارك وحلو اعطي خيارات وحلو زيد على المعلومه او ما بعرف احكي جمل بالقصه اللي هن عم يحكوها، بس قبل ما احكي قبل كل هذا الشيء خليني افكر لساني انا مين، انا شو من هذا الموضوع اللي عم بحكي فيه. طب انا ماني معه خاصة بهذا الموضوع. خلينا نحكي يمكن تعلمنا كلنا درس من الحرب الارهابيه على سوريا تماما، الايام اللي عانينا منها يمكن الاخبار الكاذبه، المصطلحات اللي طلعت، الاخبار الكاذبه اللي اثرت على العقول وعلى يمكن الحريه الداخليه جواتنا. قولا واحدا يعني في اشخاص طلعت حكت وقالت وهي ما بتعرف شو عم تحكي، يعني طب انت فكرت للحظه شو عم بتقول؟ يعني بس لمجرد رفيقي اللي انا بحبه مثلا عم بيحكي هذا الشيء، رفيقك له هدف، رفيقك منتمي لشيء هو ما نو صح. يعني انت لازم اليوم تفكر طب انا بيئتي، طب احيانا بيحكوا لك باسم الدين لنفترض، بيحكوا باسم الدين ولا هيك، طب اوكي هو عم يحكي باسم الدين، بس انت بتعرف دينك بالاساس الدين الحقيقي اللي حكى عنه السيد الرئيس ضرب انسانيه الانسان بهذا الوسيله، طب انت دينك الحقيقي بتعرف هو شو عم يحكي؟ مو بس دينك، جميع الاديان السماويه عم تركز على المحبه، عم تركز على السلام، بس انت وقفت للحظه وفكرت انه انا ليش عم بحكي بهي الطريقه؟ هو هي الفكره، نحن كلياتنا بس لمجرد ابداء الراي، احيانا كثير اشخاص تستخدم هذا المصطلح شوفوني عم احكي، طب اوكي احكي، نحن مو ضد، نحن مع انه كثير تحكي، بس احكي بطريقه فيها هي عبارات واعيه، هو عقل واعي، هي ادله، هي حجج، هي براهين، هي منطق. يعني اليوم انا وقت عم تنتقد عادي او تقليد هو موجود لنفترض الزواج المبكر، كثير حلو نتغنى ونحكي فيه، بس انت عم تنطلق من شو؟ مو بس لمجرد والله لا يا حكيت، لا انا مو مجرد انه لا يا حكيت، اوكي لا يا حكيت، بس انا بدي اعرف هي ليش حكيت؟ هي جابت لي دراسات، هي جابت لي اثار سلبيه عن هذا الموضوع، انا يمكن عانيت منه، يمكن صار في حدا بخصني هو تناوله هذا الموضوع، فهون كثير حلو راقي انه انا احكي شيء بس هو نابع من عقل، من وعي، من منطق، بس بنفس لمجرد انا احكي لا، اكيد لا، انا كثير يعني هلا خصوصا هاي الفتره كثير صاير في شغلات على السوشيال ميديا، بصير حدث الكل بتلاقي صفحات انتشرت، طب ليه؟ طب اوكي صفحه الاعلام هي لها غرض تسويق كمان، يعني مو بس كبوست في تعليقات، لا وبيصير لك شغلات قديمه عن الحدث وبيحكي لك اياها هو بدون مرجع بدون دراسه، هي لمجرد بس انا الحديث ولمجرد انا بدي اعلق وبدي رايي انه انا في حدا عنده معلومات وفهمت بيصدقوها وبيرجعوا بينشروها من مكان لمكان، عم بيقرا نفس المعلومه وين كوبي ما بيست كان، يعني نسخ لصق، يعني انا حتى ما عم كلف خاطري اقرا مضمون الكلام اللي انا عم بنشره، يعني هو هون في عن جد يعني كثير فيها قصص انه لا ابعاد كثيره، يعني احنا هو سلوك صغير، ايه شو صار هو بوست نشرناه، لا هو مو بوست نشرته، انت بهذا البوست شافوا الاف الاشخاص، يعني انت اذا عندك 5000 نفس الوعي ونفس البيئه هاي هي المشكله. تماما. شكرا لك، شكرا على نصائحك اليوم، واكيد بنتمنى الوعي للاهالي ولجيل الشباب اكيد، وبنشوفك بحلقات قادمه. شكرا إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتوره خيريه الاحمد، شكرا كثير لك ولحديثك يلي ممكن قدمنا للناس معلومات كثير مهمه انه يستفيدوا ان شاء الله. شكرا كثير لكم، يعطيكم العافيه.